بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا طابعة كانون MX494. مجرد ما نقوم تشغيل الطابعة تظهر عندي رسالة خطأ: support code 5100 printer error check inside and ink. بالغالب سبب هذه المشكلة إما بكون ورقة محشورة أو الحبر غير ثابت بشكل سليم، بالتالي حامل الحبر غير قادر على الحركة. ممكن يكون بسبب خلل ميكانيكي في أتراس الطابعة، وممكن يكون بسبب شريط الإنكودر. هذا هو الإنكودر ستريب، الشريط الشفاف اللي هو عبارة عن المرشد لحركة الهيد الأفقية، يعني وين تطبع الحروف على الورقة، بالإضافة إلى القرص الشفاف الموجود أقصى اليسار. طبعا أنا تأكدت من الحبر أنه راكب صحيح والرقم صحيح وما في ورق أو قصاصة ورق موجودة داخل، واستخدمت ورق مغلف حراريا. مشينا الورقة من الخلف بحيث تظهر من الأمام، برضو بالخلف الدرج الخلفي ما فيه أي شيء عالق يدوي، وظلت نفس المشكلة موجودة. صحيح بعد البحث لاحظت أن الشريط الإنكودر الشفاف في بعض المناطق متسخ بشكل كبير، هذه المنطقة بالذات بعد ما كبرنا الصورة فمنلاحظ عليه. بنحاول ننظفه بقطعة قماش مبللة بالماء ونشوف النتيجة مع بعضنا. طبعا نحاول نكون حذرين في عملية التنظيف. ممكن نودي الهد على اليمين وعلى الشمال على أساس نقدر ننظف الإنكودر كامل. ممكن نودي الكرج على اليسار حتى ننظف الكودر من جهة اليمين. نحاول نجرب الطابعة بعد ما نظفناها، نعيد تشغيل الطابعة. نلاحظ الطابعة الآن قاعدة تستجيب، إن شاء الله تمشي الأمور. الحمد لله رب العالمين، انحلت المشكلة، الطابعة الآن ريدي. طبعا بالبداية لما كنا نفتح الباب ما تتحرك الأحبار، الحين لو فتحنا الباب الأحبار بتتحرك لأنه الإنكودر صار نظيف. طبعا لازم نكون حذرين زي ما قلنا أنه ما يخرج الإنكودر أثناء تنظيفه عن مساره. إذا حد عنده إضافة ما يبخل فيها علينا. نلقاكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.